السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. طبعا أخواني الكرام، أتمنى منكم دعم القناة، محتاج أوصل 100,000 مشترك، وإن شاء الله البركة فيكم توصلوني وتدعموني. أخواني الكرام، زي ما أنتم شايفين معنا اليوم نيسان نيفارا 2016. طبعا هذه تقولونها 2017 أو 2016، عموما هي نازلة الحين 2016 الدفعة الثانية، ونفس شكل 2017 اللي معنا فئة ستاندر، مرة دفع خلفي، متكلم عن أهم المواصفات اللي تغيرت عن الموديلات القديمة وأهم ميزات السيارة، ونتكلم عنها بشكل دقيق نوعا ما. طبعا السيارة عليها عرض في معرض عماد الدين، السعر في حدود ال 59 او 60 الف ريال، عفوا 49 او 50 الف ريال، وارد بترومين. نبدأ نتكلم عن مواصفات المحرك والجير. المحرك 4 سلندر 2500 سي سي، 4 سلندر طبعا 2500 سي سي، جير عادي من 6 سرعات يدوية، دفع خلفي. طبعا مواصفات السيارة خارجية طبعا ستاندر، ما فيها اي مواصفات للأمانة، لكن زي نبي نذكر لكم ان حجم الجنط عندكم 15 انش، صدام فيبر امامي، عندكم المقابض اسود، المرايا سود. طبعا الشناكل زي ما انتم شايفين ثابتة في السيارة، ما هي تركيب، من نفس البودي. عندكم برضو الدعامة اللي فوق هذه، وصدام ستيل خلفي. طبعا نجي على صرفية الوقود، هذه اهم حاجة نوعا ما. نيسان نيفارا بيك اب، دفع خلفي 2500 سي سي 2.5 لتر، عندكم في كل لتر بنزين يمشيك تقريبا 12 كيلو و100 متر، نوع البنزين 91، لا بأس، ممتازة طبعا بالنسبة لسيارة الشاحنات. طبعا النقل الخفيف تعتبر ممتازة بالنسبة للصرفية هذه. طبعا ننتقل للمواصفات الداخلية للسيارة، وزي ما انتم شايفين السيارة ستاندر مرة، ما فيها اي شيء. الريموت طبعا مو بريموت، قال ريموت عادي، ما في ريموت يا جماعة، عموما مفتاح عادي زي ما انتم شايفين، ما في ريموت، ما في اي شيء، خاصة فينا معنا هي ستاندر غمرتين. ندخل داخل السيارة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه السيارة من الداخل، حتى سنتر لوك ما في، يعني تفتح بالمفتاح يفتح لك باب السائق فقط لا غير، عاد انت ويدك وطول يدك عشان تفتح، يصير هي يدك سنتر لوك في السيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، شغل السيارة. السيارة زجاج يدوي زي ما هو واضح معاكم، زجاج يدوي زي ما هو واضح معاكم. عندكم زر تراكشن موجود، تفتح البنزين من هنا، تطورت نوعا ما، اول كانت يدوية الحين الكترونية. هذا الدركسون حق السيارة، لا تحكم ولا اي شيء في السيارة زي ما هو واضح. عندكم الميزة ان فيها عندكم عداد رحلات في السيارة، وهذا شيء مميز، سيارة ستاندر مرة وفيها عداد رحلات، خاصة قزاز هندل كل شيء عادي، صراحة شيء حلو ومميز. عندكم سي دي، ما مدخل يو اس بي هنا موجود. طبعا عندكم منفذ طاقة فوق، صراحة نشوف الفوق سلبي، لاني مستحيل احط شاحن هنا بيذوب معي للامان الشاحن، خاصة الشمس اذا كانت جاية فوق السيارة بتذوب معي، نوعا ما لا بأس فيه، لكن يعني لو مغطينه حط لي هذا مثلا مدخله داخل شوي عشان الشاحن ما يجي، او قاعدة الشاحن ما تجيها الشمس يكون افضل. نرجع الى المواصفات حقت السيارة، مكيف يدوي زي ما انتم ملاحظين، عندكم درج هنا فاضي كذا تحط فيه الجوال، تحط فيه اي شيء، عندك منفذ طاقة ثاني هنا، حملت اكواب عدد 2 زي ما انتم ملاحظين، ما في شيء ثاني، خلاص وقفنا. طبعا مراتب السيارة قماش اسود زي ما انتم شايفين، شوفوا زي ما انتم شايفين، لان ما في مواصفات اقول لكم في فتحات تكييف، لا والله في فتحات تكييف خلفية، بس ما في اقول لكم والله تكاية بالوسط، زجاج كهربائي سنتر لوك هنا، مرة زي ما انتم شايفين هي يعني مغطية على الوضع هذا. عموما مراتب متصلة. طبعا السيارة ما فيها مواصفات ابدا من داخل، لا تكاية ولا شيء، قزاز هندل، لكن في حاجة شدتني صراحة ما انتبهت لها،
ركبت السيارة وسكتها وانا قاعد اشوف سكتها ووقفتها في مكان معين. يوم جيت اشوف السيارة من الخلف صراحة تفاجأت على المواصفات اللي فيها، فيها فتحات تكييف خلفية ومراتب متصلة صراحة ما جت في بالي، ما استوعبت. خليكم تشوفون قدامكم. بسم الله، هذه هي فتحات تكييف خلفية ومراتب متصلة. عبد اللطيف جميل يتحجج، عفوا شركة تويوتا تتحجج ان فتحات التكييف عشان المراتب ما هي متصلة وما نقدر نحطها، عفوا المراتب ما هي منفصلة عشان نحط لك فتحات تكييف خلفية. شوف نيسان وش سوت، فتحات تكييف خلفية في مراتب متصلة، سوت مكان. شغلوا مخهم شوي، يبغون يقنعون الناس ان سياراتهم افضل، سياراتهم حلوة، سياراتهم ارخص، وسياراتهم جميلة. فهذه خطوة حلوة من الشركة ان تخلي هذا الاوبشن في كل الفئات. برضو يمتاز السيارة انها صناعة اسبانية، اتمنى توضح معاكم. السيارة صنعت في اسبانيا، ياباني تجميع اسباني، يعني من قدك يا راعي النيفارا راكب سيارة اوروبية نوعا ما، تجميع اوروبي بدل ما تكون تجميع تايلاندي. تطورت الحين في اوروبا تجمع السيارة. فزي ما قلنا لكم اخوان الكرام، سعر السيارة جميل جدا، خاصة عليها عرض في معرض معدين في حدود 49 او 50 الف ريال، وارد وكيل بترومين، الوكيل الثاني في المملكة العربية السعودية. مواصفاتها حلوة، خاصة اللي ما يهمه يعني مواصفات الامن والسلامة. صراحة خلي اتكلم الحين على امن السلامة، ما تضايق من شيء. عندكم مواصفات الامن والسلامة، عدد 6 حزمة امان، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، لكن ما فيها ارباقات نهائي، وهذا شيء سلبي وشيء قهرني. نفتح الدرج نشوف في فتحة تكييف، فتحة تبريد، للأسف ما في شيء. عموما اخواني الكرام اتمنى يكون عجبكم الفيديو. قبل كل شيء اطلب منكم طلب حبايب قلبي، اخوكم عبد الرحمن خالد يطلب منكم طلب واتمنى تلبوا لي اخوان الكرام. اتمنى منكم له الله توصلوني 100,000 مشترك، أمانة منكم يا أخواني دعموا لي قناتي علشان برضو أكثر لكم فيديوهات، فيديوهات تستاهلون أكثر وأكثر وأكثر. للأمانة يعني أحب أعرفكم كل شيء في عالم السيارات، خاصة اللي أقدر أصورها وأقدر أعرضها لكم بشكل دقيق ومفصل. خلاص كذا خلص الفيديو، أتمنى تكون عجبتكم السيارة وعجبكم الفيديو. نقلة حلوة لشركة نيسان اليابانية في صناعة السيارات البيك أب، جميلة جدا النيفارا، المواصفات الامن والسلامه ممتازه، شكل السياره جميل، قيادتها حلوه، سياره هاديه، سياره ما فيها رجه للامانه، سكتها ما فيها نطنطه كثير، سياره عاقله على قولتهم. ننتظر منهم اصدارات الستة سندر، اصدارات الديزل توين تيربو والدبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نقفل الفيديو، والله ما ادري كيف اقفله.